راشد بن غدير المركز الثاني، نقله الى المركز الثاني الى شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم. عمليه التضمير تعود الى سيف بن مبارك بن غويث هو المتواجد، ومنطلقا مع تواجد هذه او تواجد شاهين من يحتل ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء. نشاهد المركز الثالث، نشاهد المركز الثالث، نشاهد المركز الثالث في هذه الاثناء الذي ينطلق ويصل سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. وفي عمليه التضمير تعود الى المضمر مطار بن لاحج الهاجري، بينما المركز الرابع تقدم وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، وفي التضمير علي بن راشد بن محمد بن غدير. المركز الخامس، المركز الخامس نشاهد الان مشرف تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان ال نهيان، بينما في عملية التضمير ياتي يمعى بن محمد بن خلفان المزروعي. والمركز الخامس هناك زاهي يحتل المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وفي عملية التضمير أو شاهين لسعادة الشيخ فيصل وفهد بن جاسم آل ثاني، يضمره أحمد بن علي بن راشد الكعبي من يحتل المركز الخامس في هذه الأثناء. والمركز السادس نسير الى المركز السادس، وهناك فهلوي يحتل المركز السادس، تعود ملكيته مشاهدينا الاعزاء الهجنه العاصفه، يضمره حمد بن راشد بن غدير. والمركز السابع، المركز السابع، المركز السابع مليح اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. بينما المركز الثامن، المركز الثامن وصل الان شامان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر شامان طارش بن مبارك بالقوبع. اذا من يحتل المركز الثامن؟ والمركز التاسع الخوار لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوه في عمليه تضميره. والمركز العاشر، المركز العاشر من خلال لحظاتنا رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، وفي التضمير سهيل بن سالم العامري. هذه هي النتيجه امامكم مشاهدينا الكرام للمراكز المتقدمه في لقاءات هذا الشوط وفي هذه اللحظات المميزة. عموما على كل حال نسير بالزمول المحليات الأصايل، ومع مسافة الستة كيلومترات التي تتحدث دائما عن مشاركات قوية لهذه الأسماء ولهذه المشاركات اللي يعني تسير بناموس وتحدي. هناك المقدمة ما شاء الله تبارك الله فارق كبير جدا جدا، وضع مشاهدينا الاعزاء مرزام في المركز الاول في هذه اللحظات لهجن العاصفه المتقدم نحو الناموس ونحو خط النهايه. وتعود الملكيه لهجن العاصفه والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير بدون منافس، لكن هناك معاه في نفس الكادر ياتي شاهين لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم ال مكتوم، مع المضمه سيف بن مبارك بن غويث. اندفاعه تلقائيه للاثنين حتى هذه اللحظات، وهدير الزمول اكيد بلا شك سياتي من بعد الخمسة كيلومترات وستقترب في موقع التحدي، وموقع سنشاهده كثيرا ونتابعه يعني بشغف وشوق. المركز الثالث، نقله الى المركز الثالث، المركز الثالث وصل فيه سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر سلهود مطر بن لاحج الهاجري. بينما المركز الرابع، المركز الرابع هناك وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الخامس الان مشرف لسمو الشيخ محمد بن هيان بن حمدان ال هيان. وفي التضمير والمتابعه يمعه بن محمد بن خلفان المزروعي. وصل مشاهدي الكرام وخذ المركز الخامس، انتقل الى المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الجانب الاخر شاهين لسعاده الشيخ فهد بن جاسم ال ثاني، والمضمر احمد بن علي بن راشد الكعبي يحتل المركز السادس في هذه الاثناء. المركز السابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وياتي شامان وطارش بن مبارك بالقوبع في عمليه التضمير. بينما المركز الثامن، المركز الثامن الان مشاركه من خلال تواجد رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، والمضمر سهيل بن سالم العامري. يصل مشاهدي الكرام ليحتل المركز السابع والمركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن نشاهد الان هو في المركز الثامن. نشوف المركز التاسع مليح اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر عامر بن حمود دعفوس المنصوري. بينما المركز العاشر هناك فهلوي من هجن العاصفه والتضمير.
يعود الى الواثق حمد بن راشد مقدير. هذه الاسماء العشره الاولى، لكن هناك تقريبا 15 بعير لا يزال خلف العشره المراكز الاولى في انتظار التعليمات او والتوجيهات من المضمرين اللي يعني يتابعون ويراقبون هذه الزمول بمراقبه دقيقه ومراقبه مستمره. عموما على كل حال جوائزنا حتى العشر، ولكن البدايه المركز الاول اكيد هناك اسماء تعشق هذا الشوط تعشق هذا الاسم، ولكن يعني مش الكل، لكن عموما على كل حال العشق للكل وليس الاختيار. نشاهد الان لا يزال مرزام هو المسيطر، مرزام لا يزال هو المسيطر على قائمة هذا الشوط. مرزام في المركز الاول يحن للمركز الاول ويقدم كذلك من خلال توجيهاته وانطلاقاته للبداية هنا مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام. المركز الثاني، المركز الثاني ياتي شاهين اسمه الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم، يضمر السيف بن مبارك بن غويث من يحتل المركز الثاني. والمركز الثالث هناك تقليص للفارق قليل ونوعا ما لسلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع المضمر مطر بن لاحد الهاجري. والمركز الرابع مشرف لسمو الشيخ نهيان محمد بن هياب بن حمدان الهيان ويمعة بن محمد المزروعي من يقوده في عملية التضمير. والمركز الخامس تسلل الان رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي، وهناك سهيل بن سالم العامري وصل خذ المركز الخامس. يلا حركوا يا جماعه، خلاص يعني نحن وصلنا ل 1500 والكل الان يترقب اللحظات الاخيره. هنا وصل فهلوي من هجن العاصفه يحتل المركز السادس، والتضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير. وصلنا الى وين؟ الى لائحه الكيلو الاخير، نشوف هناك من وصل الى لائحه الكيلو الاخير بدون منافس على الاطلاق. السلال الشاهينية، يا سلام يا مرزام، يا سلام يا مرزام. يلا خلي خبرنا يا كمبيوتر يا المرموم شو يعني. لا لا نتائج، نتائج صاحب بندقية او صاحب شلفة في سن اللقاية. الله يا مرزام يا مرزام، اذا حمل ذهب في رصيده سجلاته وانتاج محمية مرغم بالفعل. تهانينا من هذه اللحظة الهجن العاصفة على هذا الانتاج الطيب والاستنتاج المعروف دائما في كل المشاركات، انها الانجازات العملاقة اللي تتحدث عن هجن العاصفة في كل مكان سواء من المشتريات او من الانتاج. محمية مرغم اكيد بلا شك مع كل هذه السلالات اللي حملتها، وتواجدت معاها تقريبا ما يقارب من 120 بعير متواجد في محمية مرغم خاصة بانتاجها يعني متنوع السلالات بين السلاله الشاهينيه والصغانيه والمهجله الاصيله، ولكنها في النهايه كلها تصب في ميدان التحدي وميدان المنافسات القويه. مرزام لا يزال على المركز الاول بدون منافس على الاطلاق، حتى من البدايه حتى النهايه يقود هذه الاسماء بدون يعني ما حد عكر له مزاجه، ما حد عكر له مزاجه، حتى الاهلي ما كلموه، حتى بالصوت ما قالوا له شيء. عموما على كل حال يسير بهدوء السبق، يعرف طريق الناموس، يعرف طريق الذهب، لانه خلاص متعود على المراكز الاولى، متعود على صدارة الاشواط. تهانينا والناموس لاجل العاصفة على هذا الفوز وهذا الانتصار وتقديم هذه المنافسات القوية في كل المشاركات. تهانينا لهجن العاصفة على فوز مرزام بالمركز الاول، تهانينا كذلك الى المضمر حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني وصل فيه فهلوي كذلك من هجن العاصفة، والمركز الثالث هنا يصل وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد سعيد المكتوم، المركز الخامس أيضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء انطلاقة الأشواط. أتابع إذا المشاهدين الكرام مرزام لهجن العاصفة حيث قطع المساواة 10 دقائق 13 ثانية وسبعا من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار من خلال الانطلاقات والتحديات في هذه اللحظات. بينما اللي حل في المركز الثاني فهلوي من هجن العاصفة حيث استطاع كذلك أن يقطع مسافة هذا السباق في 10 دقائق. هنا لحظات الوصول ولحظات التحدي الأخيرة في مشاركة هذا الشوط مشاهدينا الكرام، وعشرين دقيقة وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس 10 دقائق 20 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. بينما اللي حل في المركز الثالث وصل وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مع المضمر علي بن راشد بن غدير حيث قطع المسافة في 10 دقائق 22 ثانية
وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. هكذا إذن مشاهدي الكرام ينتهي هذا الشوط ليبدأ شوط آخر، وهو شوط الختام في انطلاقات